مثلا 2000 طبيب مقيم كل سنه. طب بيعمل هو الاعلان بيختاروا على اساس ايه؟ مين بياخد رمض، مين بياخد جراحه، مين بياخد جراحه قلب، مين بياخد مخ اعصاب، طبقا لحاجه الجامعه وطبقا لمجموع الطبيب. وده اللي احنا عاملينه. انا بساوي طبيب وزاره الصحه بطبيب الجامعه، بديله نفس الفرصه التدريبيه. بدل ما يقعد يضيع سنوات عمره في مجاهل، انا بحطه على الخط من اليوم الاول في تعيينه. وده المفروض ان احنا نشكر عليه مش نلام عليه. النقابه بتقول ايه وضع الطبيب اللي بيقضي فتره التجنيد، وازاي هتنقله درجته الماليه لما يروح مكان اخر؟ حضرتك التكليف قانون التكليف. أيوة. دي درجه مؤقته لمده سنتين. ففي اثناء السنتين دول ممكن هو ياخد سنه مثلا في مرسى مطروح، من حقه ينقل في محافظه تكليفه. في المحافظه بتاعته، محافظه مولده يعني. بعد سنه. فده نقل التكليف. محافظه الشغل ولا ميلاده؟ محافظه ميلاده. ميلاد من حقه يعني. ينقل بعد سنه. وده حق موجود من زمان جدا. لم نخل به. يعني مفيش اي خلل بحقوق المكتسبه في التكليف طوال السنوات الماضيه. نعم. والمتزوجات واصحاب المشاكل الصحيه وخلافه يعني. النقابه بتقول لكم يعني ازاي هتحلوا عجز الاطباء في الوحدات الصحيه في اطار هجره الاطباء، وكنت بتكلم عليها من شويه. أيوة. نتيجه للرواتب الضعيفه وانه سوق بيئه العمل زي ما هم بيقول البعض منهم. هو حضرتك بالنسبه للعجز، بالنسبه للعجز حضرتك في سنه كامله اسمها سنه الفراغ. كليات الطب لم تخرج خريج واحد من كليات الطب. كيف صارت الوحدات الصحيه؟ تم الاستعانه بالاطباء من المستشفيات التابعه لهذه الوحده، لان كل وحده او مجموعه من الوحدات مرتبطه بمستشفى. نعم. اسندنا اداره هذه الوحدات للمستشفيات، وده اللي هيتم. والدكاتره تعاونوا جدا ومفيش اي مشكله بالنسبه لهم يعني. طيب هم بيقولوا انه هيكون في عجز ربما يصل ل 75%. لا مش هيحصل. لا بمعنى ايه؟ ما هو يعني بمعنى هو حضرتك اللي احنا عاملينه مش هيحصل ده عشان لان إيه؟ انا مثلا هاخد 8000 في الدفعه الكبيره اللي هي دفعه مارس القادم. كام؟ 8000 تقريبا. ايوه. 8000 دول المفروض هيقضوا 3 شهور في الوحده و9 شهور في المستشفى. هيتاخدوا بالتدريج. مش كلهم مره واحده، مش ال 8000 هيروحوا المستشفى وال 8000 هيروحوا الوحده، لا. نعم. هيبقى في تقسيم بينهم يعني، بالاضافه للاستعانه باي اوجه قصور من المستشفيات لتغطيه اي عجز في الوحدات التابعه لها. طيب فكده